طبعا واحد من اللعيبه اللي اصلا كان نادي الزمالك متمسك بانضمامه من المصري بورسعيدي، وهنا الكلام على عمر كمال عبد الواحد اللي بالفعل تم التوقيع لنادي الزمالك، ولكن ازمه القيد في نادي الزمالك حالت دون اتمام التعاقد عشان ينتقل بعد كده عمر كمال عبد الواحد الى صفوف فيوتشر بيتالق معاه، ومن هنا بيكتب مشاركاته مع منتخبنا الوطني المصري في كاس الامم الافريقيه اللي خسرها منتخبنا الوطني المصري امام السنغال. ولكن نادي الزمالك متمسك بعمر كمال عبد الواحد، خصوصا ان هو حل جيد في مركز الجبهه اليمنى. عمر عنده زيادات هجوميه جيده وبتناسب كمان الفكر المختلف الجديد اللي بدا جوزفالدو فيريرا ان هو يطبقه بوجود ثلاث لاعبين في الخلف، فعمر هيبقى عنده حريه كبيره جدا ان هو يزيد، لان هو عمر في الاساس كان لاعب وينجر او لاعب جناح، يعني ما كانش بيلعب كباك رايت صحيح في خطه ال 4 4 2 او اي خطه بيتواجد فيها رباعي في خط الظهر، فبالتالي ابلغوه ان هم عايزينه في الموسم القادم. ولكن روح انت بقى لاداره نادي فيوتشر واتكلم معاهم ان انت عندك رغبه في اتمام تعاقدك او استكمال تعاقدك مع نادي الزمالك ايا كان، المهم ان هو يبقى اللاعب موجود. ولكن طبعا عشان في وجود يعني عقد ثلاثي وقصه كده عمر كمال عبد الواحد متواجد فيها مع نادي فيوتشر مع نادي الزمالك، فلازم يبقى في اتفاق ما بين الثلاث اطراف عشان ينتقل عمر كمال عبد الواحد لنادي الزمالك في مطلع الموسم القادم. ده الخبر اللي عندنا، هننتظر هنشوف ايه اللي هيحصل في ملف انتقال عمر كمال عبد الواحد الى نادي الزمالك مره اخرى. هل هيكون انتقال في نوع من انواع ايضا انتقال عدد اللاعبين بالاعاره او ايا كان اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه من خلال طبعا متابعتنا لكل الاخبار الخاصه بنادي الزمالك في الفتره القادمه. نروح لخبر تاني ممكن يكون بيهم عدد كبير.